السلام عليكم، ازيكم يا سنة رابعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد الجملة الفعلية. الجملة الفعلية يا سنة رابعة، الأول تعالى بس نراجع كده مراجعة سريعة على الكلمة. أنا قلت قبل كده إن الكلمة بتكون ثلاث أنواع، يا إما اسم يا إما فعل يا إما حرف. خدنا الكلام ده قبل كده وخدناه في الفصل. اسم زي محمد، قد يكون اسم إنسان، فيل، الشمس. ممكن يكون فعل زي كلمة قرأ، سواء فعل ماضي زي قرأ، أو فعل مضارع زي يقرأ، أو فعل أمر زي اقرأ. ممكن يبقى حرف زي في، إلى، و. طيب أنا قلت قبل كده سنة رابعة إن الكلمة لما أحط كلمة جنب كلمة جنب كلمة بيعملوا لي إيه؟ بيعملوا لي جملة. طيب الجملة دي أنا عندي نوعين من الجمل، جملة إيه وجملة إيه؟ جملة اسمية وجملة فعلية. وقلت قبل كده ان الجمله الاسميه هي الجمله التي تبدا باسم، والجمله الاسميه تسمت اسميه على اي، على نوع اول كلمه في الجمله. طيب لما تبقى اولها اسم يبقى دي جمله اسميه. جمله فعليه اولها فعل، عشان كده تسمت على اسمها جمله فعليه. الجمله الاسميه زي الجندي مخلص. الجندي هبص على اول كلمه بس، الجندي دي اسم ولا فعل؟ الجمله الجندي دي اسم، فقلت عليها ان هي جمله اسميه. والتلميذ مجتهد اسم، برضو اول كلمة اسم، يبقى دي جملة اسمية. والسماء صافية، برضو دي جملة اسمية بتبدأ باسم، عشان كده قلت عليها ان هي اسمية. وخدت في الدرس اللي فات الجملة الاسمية وكيفية اعرابها، وخدت تدريبات عليها. طيب انا عندي الجملة الفعلية بقى. النهاردة هناخد الجملة الفعلية النهاردة واعرابها. الجملة الفعلية زي ايه؟ زي يقرأ التلميذ القصة. ما حدش يجي يقول لي دي جملة اسمية يا ميس عشان خاطر التلميذ اسم. لا، انا ببص على اول كلمة بس. يقرأ دي ايه؟ دي فعل مضارع. تلعب الفتاة الكرة. تلعب دي فعل مضارع، يبقى دي جملة فعلية. كذلك يشرح المعلم الدرس. يشرح المعلم الدرس، دي برضو جملة فعلية لان هي بدأت بفعل. طيب النهاردة شغلي على ايه؟ النهاردة شغلي على الجملة الفعلية. قلت ان الجملة الفعلية برضو عاملة زي الجملة الاسمية بالظبط، ليها اركان اساسية لا يمكن الاستغناء عنها ابدا. ليها ركنين اساسيين ما ينفعش ان احنا نقول عليها جملة فعلية من غيرهم. زي ما كان في الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، هنا في الجملة الفعلية هقول الفعل والفاعل. طيب الفعل ده هو اللي بيجي لي، هو عبارة عن فعل بيجي لي في اول الجملة. طيب الفعل ده ممكن يبقى ماضي، ممكن يبقى مضارع، وممكن يبقى امر. طيب الفاعل هو يعني ايه فاعل؟ الفاعل ده يا ولاد هو اللي قام بالفعل، هو اللي عمل الحاجة. زي مثلا لما اكون دلوقتي في محكمة فالقاضي بيسألني مين الفاعل، مين اللي قام بالجريمة دي، او مين اللي عمل الفعل ده، مين؟ فعشان كده بقول عليه ان هو الفاعل. طيب الفاعل ده هو اللي قام بالفعل، زي ما قول شرب الولد اللبن، مين اللي شرب اللبن؟ الولد، يبقى الولد ده هو الفاعل. طيب تعالوا ناخد امثلة على الموضوع ده. الأمثلة زي ما أقول إيه؟ شرب الولد. خلي بالك يا سنة رابعة إن الجملة الفعلية فعل وفاعل، وأحيانا مفعول به. يعني ممكن يجي لي في الجملة الفعلية مفعول به أو لا، يعني ممكن يقول لي يذكر لي الحاجة اللي عملها الشخص ده وممكن ما يذكرهاش. طيب زي ما أقول إيه في الأمثلة؟ مثلا عندي شرب الولد الطفل، شرب الطفل اللبن. شرب دي إيه؟ دي جملة أصلا إيه الأول؟ أول حاجة لازم أفكر فيها، هي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ لا، هي دي جملة فعلية. ليه؟ عشان بدأت بفعل. طيب تعالوا نشوف كده، شرب دي إيه؟ دي فعل نوعه ماضي. طيب الطفل ده مين؟ هسأل عن الفاعل بقى بمين؟ هسأل عن الفاعل بمين؟ مين اللي شرب؟ الطفل. يبقى الطفل ده فاعل مرفوع. الولد الطفل ده شرب ايه؟ شرب اللبن. طيب يبقى اللبن ده عندي مفعول به. ليه قلت عليه مفعول به موصوب؟ ليه قلت عليه كده؟ لان الطفل شرب ايه؟ شرب اللبن. طيب يذاكر التلميذ الدرس. ده اول حاجة، دي جملة اسمية ولا فعلية؟ هي جملة فعلية. ليه؟ عشان بدأت بفعل. طيب تعالى في اول الجملة كده، يذاكر دي فعل نوع ايه؟ فعل مضارع مرفوع.
طيب مين اللي يذاكر؟ التلميذ. التلميذ دي بتعرب عندي فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. التلميذ ذاكر ايه؟ ذاكر الدرس، يبقى الدرس مفعول به. طيب يبقى انا كده عرفت الجملة الفعلية وعرفت اركانها ايه. اركانها الفعل والفاعل واحيانا مفعول به، يعني ممكن المفعول به ده يكون موجود وممكن يكون مش موجود، ممكن يكون مكانه اي حاجة تانية، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الفعل والفاعل، لا يمكن الاستغناء عنهم ابدا. يعني ما ينفعش اقول شرب اللبن، ما ينفعش اخبي الطفل واقول شرب اللبن، وما ينفعش اخبي شرب واقول الطفل اللبن، بس لا، بس ممكن اقول شرب الطفل، تمام؟ ساعتها هتبقى جملة كاملة عندي. طيب كذلك يذاكر التلميذ الدرس، ممكن ان احنا نشيل المفعول به، لكن مش ممكن الاستغناء ابدا عن يذاكر، ومش ممكن الاستغناء ابدا عن التلميذ. طيب يشتد البرد في الشتاء، يشتد دي ايه؟ دي فعل، دي جملة فعلية الاول ولا اسمية؟ هي جملة فعلية. ليه جملة فعلية؟ عشان بدأت عندي بفعل. طيب فعل نوعه مضارع، يشتد فعل مضارع. هناخد اعراب الفعل دلوقتي بس شوية كده. طيب عرفت ان يشتد هي فعل مضارع، ايه اللي بيشتد؟ البرد، يشتد البرد، يبقى البرد هي الفاعل. ايه ده؟ طب فين المفعول به؟ ينفع يا ميس اقول في الشتاء هي اللي مفعول به؟ لا، دي مش مفعول به، يشتد البرد. طيب امال هعربها ايه؟ هعرب فيه حرف جر، وهعرب اللي بيجي بعد حرف الجر يا ولاد هعربه اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. اللي بيجي بعد حرف الجر بيعرب اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. نصح المعلم التلميذ يزرع الفلاح القمح، يغطي السحاب الشمس. طيب نيجي هنا، الملحوظة دي مهمة جدا، حرف الجر اللي بيجي لي وراه اسم بقول على الاسم ده ان هو اسم مجرور. طيب زي كلمة في المدرسة، في المدرسة، لقيت حرف جر وجاي بعده اسم، على طول اجري اقول عليه ايه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، تمام؟ طيب انا كده لحد دلوقتي المطلوب منك ان انت تعرف الجملة دي اسمية ولا فعلية. ان مطلوب منك ان انت تقدر تحدد فين الفعل، فين الفاعل اللي قام بالفعل ده، فين المفعول به اذا وجد. مش موجود مفعول به، خلاص يا خلاص ما اقولش ان في الجملة مفعول به. ممكن يبقى جاي لي جر ومجرور، جر ومجرور يعني حرف جر وراه اسم زي في الشتاء، مش شرط انه يكون عندي مفعول به. ساعتها اقول على الفي حرف جر والشتاء ها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب تعالوا كده نعرف الفعل. الفعل انا عندي الفعل ثلاث انواع. اذا لقيت الفعل عندي مضارع، الفعل ثلاث انواع الاول، مضارع ماضي امر. الفعل المضارع هقول عليه ايه؟ فعل مضارع مرفوع. طيب انا خدت ان علامة الرفع كانت ايه؟ خدت ان علامة الرفع الضمة، علامة الرفع الضمة، يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ايه؟ الكسرة الفتحة؟ لا، هي علامة الرفع عندي بتكون الضم. طيب في الفعل الماضي هقول عليه ايه لو قابلني؟ هقول عليه فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني. والامر كذلك برضو فعل امر مبني. يبقى المختلف عندي الفعل المضارع هيكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب تعالوا نشوف كده الأسئلة عندي هتبقى عاملة ازاي. جايب لي جملتين شرح المعلم الدرس، يلعب الولد في النادي. طيب اعربهم ازاي؟ بكل بساطة يا سنة رابعة هعمل جدول وهبدأ في ان انا اكتب فيه الكلمات عندي اللي هعربها، زي شرحها هعمل جدول واكتب الكلمة والاعراب زي ما خدنا في الفصل، وهقول شرح في الكلمة المعلم، وهكتب الدرس، هكتبهم التلاتة، وبعدين هقول يلعب الولد في النادي. طيب تعالوا كده نعرب سوا. طيب شرح، انا قلت كلمة الاعراب يعني ايه؟ هو تشكيل الحرف الاخير في الكلمة، يعني هقول هي شرح ولا شرح ولا شرح ولا ايه. طيب تعالوا نشوف كده، شرح، شرح دي ايه؟ شرح دي فعل ماضي. طيب انا قلت على الفعل الماضي ده ان هو بيكون مبني. طيب مين اللي شرح؟ مين اللي شرح الدرس ده؟ المعلم. فاقول على المعلم ان هو ايه؟ مين اللي شرح؟ المعلم. المعلم ده ف
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب تعالوا نشوف كده، شرحها واقول عليها ان هي فعل ماضي مبني. ليه؟ عشان انا خدتها من شوية ان هو بيكون فعل ماضي مبني. مين اللي شرح؟ المعلم. طب المعلم دي عاملة ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انا خدت قبل كده ان الفاعل دايما، خدت في الفصل ان الفاعل دايما مرفوع، الفاعل دايما مرفوع. طيب وعلامة الرفع الضمة، فهقول عليها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الدرس المعلم شرح ايه؟ شرح الدرس. يبقى الدرس دي عندي ايه؟ في مفعول به، فاقول عليه المفعول به ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى الدرس عليها اخر على السين فتحة. طيب نيجي ليلعب الولد في النادي. يلعب دي برضو دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ دي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل واحيانا مفعول. فين الفعل؟ يلعب. هيبقى فعل ماله؟ فعل مضارع. انا خدت من شوية اعراب الفعل المضارع وقلت الفعل المضارع بيكون مرفوع علامة رفعه الضمة. مين اللي بيلعب؟ الولد. الولد هو اللي بيلعب، يبقى هقول للولد عليها فاعل، والفاعل دايما مرفوع، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ علامة الرفع الضمة. يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في انا في دي ينفع اقول عليها اسم مفعول به؟ لا طبعا، دي حرف جر. حرف جر، واللي بيجي بعد حرف الجر بعربه ايه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب الأسئلة ممكن يجي لي سؤال بسيط ويقول لي أكمل بفعل مناسب زي نقط البلبل. ممكن أقول يغرد البلبل، نقط البرد في الشتاء يشتد. طيب يشتد البرد في الشتاء. طيب الصياد سمكتان، اصطاد الصياد سمكتان. عايزني بقى أحط فاعل، يعني إيه فاعل؟ يعني اللي قام بالفعل ده، فأقول كرمت الدولة الفائزين، ذاكر الولد الدرس، ذهب، ممكن اقول ذهب ايه؟ ذهب التلميذ، او ذهب الطالب، ذهب الطالب الى المدرسة. كده الجملة الفعلية انتهت يا سنة رابعة، واشوفك على خير ان شاء الله.